السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك وارث محمد حبيب الله السلام عليك وارث امير المؤمنين ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر المعتور اشهد انك قد قمت الصلاة واتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واعطاك الله ورسوله حتى اعطاك اليقين فلعن الله امه قتلتك ولعن الله امه ظلمتك ولعن الله امه سمعت بذلك فرضيت به يا مولى يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاسرار شامختي والارحام المطهرتي لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك المدرك المال ثيابي واشهد انك من دائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرازي الزكي الحادي المحدي واشهد ان الائمه من ودنك قليم التقوى وعلام الهدى والقروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا واشهد الله وملائكته وانبيائه ورسله اني بكم مؤمن وبيابكم موقن في شرائط دين خواتمي عملي وقلبي لقلبكم سلم وامر لامركم متبعا صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى جسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارت جناب علی اکبر علیہ السلام السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن نبی اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام علیک یا ابن حسین الشہید السلام علیک یا شہید ابن الشہید السلام علیک یا المظلوم ابن المظلومین لعن اللہ امت قتلت کا ولعن اللہ امت ظلمت کا ولعن اللہ امت سمعت بذلک فرضیت بھی زیارت شہداء کربلا علیہ السلام السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اباءہ السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اداءہ السلام علیکم یا انصار الدین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی الولی زکی ناصر امین السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله الحسین یا سید الشہداء یا مظلوم کربلا فی ابی انتم امی طبتم وطابت الارض التی فیها دفنتم فزتم بعض العظیمہ فیا لیتنی کنت معکم فیا لیتنی کنت معکم